قصف بالطيران المروحي على مدينة كفر زيتا بريف حماة الشمال. الطيران المروحي يقصف مدينة كفر زيتا بالبراميل المتفجرة والدخان يتصاعد. لا يزال المروحي في الأجواء مدينة كفر زيتا. وهناك أنباء عن تنفيذ ثاني لبرميل ثاني. إذن حتى الآن واضح برميل واحد فقط على مدينة كفر زيتا. الطيران المروحي يقصف مدينة كفر زيتا بالبراميل المتفجرة والدخان يتصاعد. 24/3/2015. هناك أنباء عن تنفيذ البرميل الثاني. سنحاول رصد البرميل الثاني. هذا هو البرميل الثاني على مدينة كفر زيتا. إذا تجدد القصف بالبراميل المتفجرة على مدينة كفر زيتا بريف حماة الشمالي. الله أكبر. قصف بالطيران المروحي على مدينة كفر زيتا بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. برميلين متفجرين من طائرة مروحية. وحتى هذه اللحظة أربع براميل متفجرة على مدينة كفر زيتا بريف حماة الشمالي. 24/3/2015. هذا هو البرميل الثاني. وفي هذا الاتجاه البرميل الأول مدينة كفر زيتا بريف حماة الشمالي.